وخلى الوصل له يوم من بعد طبعك، واليوم وصلنا بنبلة وكرمة سمو الأمير، وشكرا على حضورك ودعمك للشعر والشعراء. أنا اللي شاكر لكم وعلى هالدعوة الكريمة، ويشرفني الحضور في مثل هالبرنامج اللي الصراحة انتظرناه طويل في الله السعودية يحيي. والحمد لله الله يحيي. في الرياض موطن الشعر في مكانه الصحيح ومكانه. بس أنا أحب أنوه بس على البيت الأول اللي طلع في التقرير، ترى ما هو بلي هذا، الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز الله يرحمه، الله يغفر له، والد السامر. تسلم، هذه لفتة كريمة منك طال عمرك، ونقول منورنا من جديد ونجدد الترحيب فيك باسمنا واسم الجمهور الكريم. الله يحيي. ودي قبل كل شيء، كيف شفت مشاركات الليلة؟ والله الله يعين اللجنة، أنا ما أدري وش بيسوون اليوم الصراحة. شعراء كبار اللي شفتهم اليوم، إبداع، قصايد، كنا متعطشين لمثلها. شعراء، أنا فخور جدا أني أنتمي، أو يمكنني أكبر منهم سن شوي، لكني بحط نفسي معهم أني أنتمي لهذا الجيل من الشعراء صراحة مفخرة.